أهلا أعزائي المشاهدين، ما زلنا في رحلة الميلاد. أنا موجود في مدينة الناصرة، مدينة البشارة. في هذه الحلقة رح نشوف كيف الملاك جبرائيل في الشهر السادس جاء لشابة مخطوبة ليوسف القديسة مريم العذراء وأعلن البشارة لها. وأيضاً رح نشوف كيف الملاك بشجع يوسف أن لا يخف أن يأخذ مريم امرأته، لأنه الذي حبل فيها هو من الروح القدس. أنا بدعوكم تستمروا معي في هذه الرحلة حتى ندرس مع بعض ونستفيد مع بعض. ابقوا معي. أما أنت يا بيت لحم أفراتة، وأنت صغيرة أن تكوني بين ألوف يهوذا، فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطا على إسرائيل ومخارجه منذ القديم، منذ أيام الأزل.